ما زال إعلام نادي النصر يخبي الحقائق على أساس يوهم المشجع النصراوي أن هنالك في مشاكل داخل نادي الهلال، وهذه الصورة تداولت كثيرا من إعلام وجمهور نادي النصر على أن فهد المفرج قام بطرد سلمان الفرج من المنصة أثناء التتويج في حفل السوبر أو في بطولة السوبر. لكن تعالوا خلونا نشوف المقطع الصحيح على أساس نعرف أن إعلام فارغ الشخص أو الإعلامي صار ما يحترم عمره، صار ما يحترم مكانته كإعلامي نصراوي أو أيا كان، بحيث أنه يطلع أشياء على أساس يطلع أنه الجمهور الهلالي والبيت الهلالي يغلي. لكن هذه اللقطة الصحيحة، فهد المفرج أشار لسلمان الفرج أنه يجي من الخلف ويوقف في النص لأنه كابتن الفريق. وهذا هو دور فهد المفرج باختصار. سألت الجمهور النصراوي، هذول الأشخاص هم اللي يمثلون نادي النصر، هل ما زلت تثق في هذا الإعلام؟ الشيء الغريب أن إعلام النصر عمره ما تكلم في النادي حتى، بالعكس ما زال يدلس الحقائق ويخفي الحقائق عن نادي الهلال عشان يثير جدل أن فيه مشاكل وأن البيت الهلالي قاعد يغلي. وهذا الفكر في الجمهور أو الإعلام النصراوي اللي خلى الهلال ما زال يحقق الألقاب والأمجاد ويسطر التاريخ وهم باقي يتكلمون عن هذا النادي.